السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو هيبقى قصير ان شاء الله رب العالمين، وبتمنى انه يكون مريح لقلوبكم ان شاء الله باذن الله. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه عشان تعمل مشروع تسمين وتبقى ناجح بامر الله فيه وتبقى راجل مستثمر ناجح ويفضل المشروع معاك مستمر، يبقى لازم أن تبقى عارف ايه هي العيوب واخطاء المشروع عشان تبقى ان شاء الله رب العالمين ماشي مظبوط وما تلاقيش حاجه تقف فيها وتعرقلك، وان شاء الله بامر الله ما تواجهش الكلام ده. طبعا النهارده عشان نتكلم في موضوع تسمين العجول لازم أن تبقى عارف ايه اخطائه وعيوبه. ايه اخطاء العجول؟ اخطاء العجول بتبقى في شقين. الشق الاولاني هو انك انت بتشغل العجول، العجول سايبه او عجول مربوطه. طبعا اخطاء العجول السايبه، انت بتيجي مزرعه استيراد او مزرعه حد مستورد عايز تشتري منه عجول عشان انك انت ان شاء الله رب العالمين تعمل المشروع. طب بتيجي تعمل المشروع بتلاقي نفسك بتشوف عجول حره واخده على الطلاقه ان هي تبقى سريعه وتجري في المكان، فانت بالتالي بتشوف ان العجول ديت هي دي اللي هتحول. لا، هو العجل السايب بيحول ولكن مش بيحول زي العجل المربوط، لان العجل المربوط انت بتتابعه في كل احواله عشان ان شاء الله تقدر تحقق منه عائد وربح، وبتتابعه في الامراض لا قدر الله، بتتابعه في التحويلات، بتتابعه في الموازين. لكن تعالوا بينا نتكلم ازاي بقى هي اخطاء التسمين واخطاء انك انت لا قدر الله تبقى فاشل في المشروع، او انك انت اسف ما مش ناجح في المشروع. عشان تعمل الكلام دوت لازم انت تبقى واخد بالك من حاجة. اول حاجة التسمين. التسمين ده يا جماعة عامل مهم جدا وهو العلف. لازم انت تبقى واخد بالك من العليقة اللي مقدمة للحيوان، لان هي الاعتماد الكلي عليها في معامل التحويل بعد الله. تمام كده؟ عشان تعمل الكلام دوت لازم انت تبقى مأكد على نفسك انك انت بتعمل تيست على كذا نوع من الاعلاف، او انك انت بتسأل حد مربي دخل في مجال التسمين وعمل تسمين والحمد لله بفضل ربنا ناجح في المشروع، فبتسأله والله بعد اذن حضرتك انت بتستخدم علف ايه، لان انا ناوي اعمل مشروع عشان 1 2 3. فبالتالي لو هو حبيبك وهيحبك ويحب لك الخير، بالتالي هيديك النصيحة السليمة وهتاخد العلف اللي هو هيبقى مقدم للحيوان، وبالتالي هتعمل برضو عليه تيست بالنسبة للعجول اللي عندك. ان انت بتاخد العجول لازم يبقى يشترط برضو في مجال التسمين او كمربي ان يبقى عندك في المزرعة بتاعتك مكان للتسمين، مكان للتسمين ومكان للميزان. الميزان ده انت كل 20 يوم او 21 يوم او 25 يوم حسب ما انت حابب بتدخل العجل على الميزان، لان انت بتبقى فاتح له كراسة، سواء بقى لا قدر الله العجل تعالج، سواء لا قدر الله العجل قدر الله جرى له حاجة نفق اي حاجة من دي. وكلمة النفوق في يا جماعة برضو عشان ما تبقاش خايف من الموضوع دوت، الموت او الحياة بيد الله، ولكن النفوق في العجول بيجي بسبب اهمالنا للمشروع، وبسبب ان احنا ما بناخدش بالنا من الحيوانات، ما بننظفش المزرعة كويس، ما بنتابعش بدكتور، ما بنتابعش في اكل وشرب، ما بنتابعش الحيوان اثناء الاكل، وان احنا نبقى قاعدين معاه في المزرعة عشان اتابع اذا كانت العجول دي بتاكل ولا ما بتاكلش، بتشرب ولا ما بتشربش. كل الكلام ده لازم تبقى واخد منه بالك عشان تنجح في مجال التسمين. غير كده ما انصحكش انك تخش مجال التسمين، لان مجال التسمين مكلف على الرغم ان هو بيدي ارباح للمربي، الا ان هو مكلف. لو انت اهملت فانت مستغنى عن الفلوس اللي انت حطيتها. طب ما اهملتش، انت راجل عايز تنجح وتبني نفسك ويبقى عندك بدل العشرة 20 و100 و1000، وتيجي في يوم من الايام ان شاء الله تبقى مستورد زي اي مستورد تم وعمل مشروع ونجح معاه الحمد لله رب العالمين، وجايب عجول من الخارج والناس كلها بتتعامل معاه. فانت عشان توصل للمرحلة دي لازم أن تبقى حابب مجال التسمين. حابب المجال ان شاء الله بفضل الله هتنجح. عشان تحب المجال لازم أن تبقى عارف الاخطاء والعيوب. وانا قلت لحضرتك الاخطاء في البداية، ان الاخطاء الرهيبة في مجال التسمين هو انك انت تقدم علف غير قابل للجودة في التحويلات، لان ده انت بتهدر فيه فلوس وفي نفس الوقت بتهدر فيه وقت، وفي نفس الوقت ما بيدكش تحويل. تيجي تقول ان العجول ما بتحولش ده مشروع فاشل القصة. والعامل التاني في الاخطاء انك انت ما تهمل المشروع في النظافة. يا جماعة النظافة دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للحيوان. متابعة العامل اللي بيقوم باكل والشرب بان هو متطهر، طاهر في الاكل، طاهر في لبسه، الكلام ده كله عشان يقدر يتعامل مع الحيوانات. لانه وارد ان العامل بتاعك لو بيخرج من مزارع لمزارع او بيخرج من مكان لمكان، فوارد انه ممكن يجيب امراض لا قدر الله معاه وهو داخل بيها غير قاصد في البوت او في الحذاء اللي هو لابسه، وبالتالي بيمرض العجول لانها هي احيانا بتقعد في الارض
جسمها بيتأثر بالمواد اللي هي بتبقى قاعدة عليها، فبالتالي لا قدر الله الأمراض وارد إنها توصل لها. إيده لا قدر لو هي مش منظيفة نفس القصة. يا جماعة النظافة شيء أساسي لازم تتبعه في مجال التسمين، شيء تتبعه في أي مجال أنت حابب تخش فيه، لازم النظافة دي عامل أساسي عشان إن شاء الله بفضل الله تنجح. يبقى قلنا إن العلف النظافة تاني حاجة، الأهم من ده كله بقى، الأهم من ده كله إنك أنت وإنت في مجالك وإنت في مزرعتك تبقى والعامل بيأكل تاخد بالك العجول بتاكل ولا ما بتاكلش، بتشرب أو ما بتشربش، ده لازم تاخد بالك منه. تمام. العامل كمان الرابع إنك أنت لازم تبقى عامل حسابك إن لا قدر الله، لا قدر الله في عجول بتتعب، لازم يبقى عندك دكتور مباشر للمشروع عشان يقولك لا قدر الله لو في حاجة في الموضوع يقولك الأمر في 1 2 3. مجال التسمين مجال ممتاز جدا جدا جدا، وعاد على بعض الشخصيات وبل شخصيات كتير جدا بالخير واليمن والبركة، ولكن الناس دي مجالهاش الخير واليمن والبركة من فراغ، جالها بالاهتمام، جالها بالمتابعة، جالها بالاسترشاد وراء الأخطاء عشان يوصل لنجاح مستمر ونجاح باهر، وبالتالي يفضل في السوق موجود. انت عشان تفضل في السوق موجود لازم تعمل كل اللي انا بقول لحضرتك عليه، متابعة مباشرة، تعرف الحيوانات بتحول معاك ولا لا، هل العف العجل ولا العف العلف، هل العف العامل ولا العف في المزرعة كتأسيس، لان انا ان شاء الله بأمرك يا رب العالمين هجيب لكم فيديو ازاي تأسس مزرعة، سواء كانت مزرعة طوايل مربوطة او مزارع سايبة، ان شاء الله بإذن الله رب العالمين هجيب لكم الكلام ده كله. عايزك اي مشروع في الدنيا هتخشه، اي مشروع في الدنيا هتخشه لازم تبقى عارف اخطائه وعيوبه الاول قبل ما تبص للنجاح، لان حنفية بتنقط ولا حنفية مقطوعة. لما انت يبقى الخير بيجي لك حتى ولو واحدة واحدة فانت بأمر الله ناجح لان انت مستمر، لكن لا قدر الله الحنفية انقطعت معناها ان انت معرفتش الاخطاء، فلا قدر الله البست في حيطة واسف في اللفظ، وبالتالي انت خسرت كل رأس مالك، وده اللي احنا ما نحبهوش ليكو وما نحبهوش لأي حد. بنتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وبنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم، وبنتمنى تتابعونا وتعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة عشان يوصل لكم منا كل جديد بإذن الله رب العالمين. بتمنى لكم النجاح والتوفيق، وبتمنى لكم السعادة والرضا من الله. كان معكم محمد إبراهيم، وما تنسوناش تعملوا لنا لايك ومتابعة للفيديو عشان يوصل لك منا كل جديد. كان معكم محمد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.